السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيان على خير وبخير. فيديو ديال اليوم خاص بفطور ديال الشوفان اللي ممكن يتحضر في دقائق معدودة، وكتكون النتيجة ديالو اللي هائلة، لا في المذاق ولا أصلا صحي بزاف سواء الكبار أو الصغار. نتمنى أنكم تجربوه هنا الإعجاب ديالكم. إذا كانت أول مرة كتزوروا القناة، منساوش تضغطوا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو للفطور ديال الصباح ديال الشوفان، كنحتاجو فيه نص كاس ديال الشوفان اولا الخرطال. بالنسبه لي ما كيعرفوش راه هو هذا، غادي نحتاج كاس ديال الحليب، يعني الكميه ديال الخرطال الدوبل ديالها ديال الحليب. غادي نحتاج لكم الاختيار في التزيين. كتحتاجوا، انا هنايا استعملت شويه ديال الزبيب، شويه ديال اللوز، وعندي العسل الحره مذوباها حتى هي غادي نزوق بها من الفوق. بالنسبه نتوما ممكن توضعوا فواكه، ممكن اللي بغيتوا. طريقه سهله، فقط كندير الشوفان، كنضيف ليه الكاس ديال الحليب، كنخلطهم، غادي نوضعهم على النار وانا كنخلط حتى غيتقل الخليط. من بعد ما وضعته على النار وانا كنخلط فيه حتى بدا كيتقل، يعني اون فوا كديرو هكا كيعطيكم داك الخبط. انا ما خليتوش يتقل هنايا بزاف، لان يعني ديجا غيتقل ملي غيبرد. اون فوا كديرو داك الخط هكا يبقى يبان لكم الخط انه بدا كيتقل، صافي كتحيدوه. كتجيبو واحد الاناء وكتصبو فيه كيديروا السكر ولا كان السكر، يعني ما حيت ماشي صحي. انا الطريقه اللي بغيت ندير بحال هكا، غندير له شويه ديال باش يكون صحي بزاف. هي الطريقه، صافي. كتجيبوا العسل اللي بغيتو، العسل الحره من الافضل، وكتديروا عليه شي شويه بحال هكا. مقدار معلقه صغيره ونص، وكيبقى لكم دائما الاختيار. صافي، من الاحسن تخليوه حتى يبرد عاد ديروا له اللوز باش ما يفزكش، ولكن ممكن اللي بغى ياكلو يكون دافئ ممكن ياكلو، ولكن من الاحسن حتى يدفى عاد كتذوقوه وتاكلوه بصحه وراحه.